السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إخواني الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناة الهاوي. كما تشاهدون أحبتي في الله، كنت قد رفعت لكم فيديوهات عن طائر الجمام أو الحمام البري، وشاهدنا عش يعني بسم الله ما شاء الله اللي عشش يعني مرتين في هذا المكان فوق القفص. هذا هو العش شايفينه، وطير يعني الزغليل طاره. اليوم المفاجأة، لقيت زوج الحمام البري وين معشش. شوفوا وين معشش، يعني الصراحة في مكان يعني صعب حدا يصل له. لو شايفين ديلها، شايفين ديل الحمامة، شايفين ديل الحمامة، هذه هي الحمام البرية طارة، شايفينها، شايفين كيف طارت. هذا هو عشها، وهي هنا حاطة بيضتين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا هو مكان العش. ان شاء الله انا هتابع معكم ان شاء الله فيديوهات جديدة على القناة زي ما انتم شايفين. هتابع معكم ان شاء الله فيديوهات جديدة بعد الفقس. لا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل اليكم كل ما هو جديد فيما يخص تربية الطيور. ولا تنسوا عمل اعجاب للفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد، وان شاء الله سوف نقوم برفع المزيد من الفيديوهات بعد فقس البيض وبعد ان نشاهد الزغليل ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. ولا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في امان الله وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.